باس على إصبار الناس. أنا نشوف إنه هو لما يكون في ماشي لطريق البدعة. طبعاً إحنا نقول في ناس تو هم أوكي جيل قبل وناس زمان ماشيين بالبركة ببركتهم، لكن طالما تو تطور العلم وتطور يعني الأجيال تغيرت، بدنا نعرف إن الشيء هذا بدعة ولربما يؤدي حتى إنه هو كونه لربما يكون حرام والله أعلم. فأنا لما يجي يخالف الدين والشرع ويكون بدعة، فأنا هنا للأمانة نشوف فيه مشكلة ومشكلة كبيرة ولازم يتم علاجها. زي خشوش على العام على العام، كسكسي وعظم هي عبارة عن وجبة، يعني صح خششوا فيها البدعة، خششوا فيها الأحرام، لكن هي عبارة عن ماكلة، والناس لولا زي ما قلتي أنت أميين جهلة ما يعرفوش، لكن مشت من ضمن الأسبار من ضمن العادات، ما عاش قدرنا نتخلوا عليها، اتطور العلم واتطور الدين وخششوا فيها الحرام والحلال، لكن بالنسبة لي أنا واخدتها بالبركة وقاعدة ببركة جداتي.